الحقيقة أنه مع متابعتنا لأزمة الكهرباء كانت في تصريحات مختلفة، منها تصريحات صدرت من وزارة الشباب والرياضة ومن رئاسة الوزراء بأنه هيكون من أساليب الترشيد للكهرباء في الفترة القادمة هو الاتجاه أن تكون مباريات المصرية، مباريات كرة القدم وغيرها من مباريات في فترة الصباح، ترشيدا طبعا لاستهلاك الكهرباء بالليل. وده كان سؤال برضو يعني عمل برضو قدر من الجدل في السوشيال ميديا والمحبين كرة القدم وعشاقها في كل مكان، وكانوا بيتسألوا ده هيتم تطبيقه من امتى وهتكون المباريات عاملة ازاي. فالنهاردة كانت في او في معلومات وتصريحات خرجت بانه هيكون اللقاء الاول اللي هيتم فيه هذه التجربة في منتصف سبتمبر المقبل، وده برضو شق يعني هنكون احنا عدينا موجة شهر اغسطس، فالبعض بيقول انه ممكن يكون اخف على اللاعبين في شهر سبتمبر مع انكسار درجات الحرارة. يعني هنفهم بشكل اعمق من الاستاذ محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. طب لغاية ما يجهز ايه رأيك هبة في هذا القرار؟ كان طبعا قرار طبعا كانت في ناس متضايقة، خلينا بيقولوا ازاي اللاعبين هيلعبوا في درجات الحرارة الشديدة دي في الصبح، ممكن ده يكون يعني عبء اضافي. وناس تانية كانت بتقول بس ده ممكن يكون كويس لفكرة الجاهزية والاستعداد والتدريب، خاصة ان احنا دولة افريقية وبنروح كتير نلعب في دول افريقية بتبقى درجات حرارة فيها والرطوبة معدلات غير مسبوقة في اي حتة اخرى في الكوكب، فده مهم برضو للتدريب وزيادة الاحمال وزيادة القدرة البدنية وغيره. ده كان رأي يعني ما بين الرأيين، طبعا الناس قعدت تختلف وتتكلم وتقول في اللي نال ده بشكل او شاف يعني قدر من الايجابية انه ده هيبدأ في شهر سبتمبر فهيكون درجات الحرارة انكسرت، وفي ناس شايفة انه ليه اصلا بنلجأ لقرار زي ده وهل ده فعلا هيخفف من الاحمال على الكهرباء بالشكل اللي احنا محتاجينه ولا هيكون في عبء خاص على اللاعبين وكده. يعني دي اراء اللي تم نقاشها والوقوف عندها سواء من الرياضيين او من شخصيات عامة او من الجمهور على السوشيال ميديا، ولكن فيما يبدو انه اول تطبيق لهذا القرار هيكون في سبتمبر القادم، مباراة النصر مباراة النادي الاهلي والداخلية في بداية طبعا الموسم الكروي. يعني انا الصراحة يعني كنا محتاجين ان احنا نقرأ ابعاد القرار ده مع يعني حد من النقاد الرياضيين عشان انا وحسام نبقى عارفين ازاي هيتم التطبيق، ابعاد القرار ده ايه زي ما انت بتقول على سير الماتشات، او حتى كمان فكرة الماركتينج وحقوق الرعاية. معانا الاستاذ عثمان ابراهيم الناقد الرياضي، اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الخير. مساء الخير حضرتك معانا؟ الو سامعني صوت كده؟ ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيكم. ابعاد وانعكاس تطبيق القرارات الخاصه بترشيد استهلاك الكهرباء على الماتشات وخصوصا مثلا ماتشات ليها جماهيريه زي الاهلي والداخليه. اعتقد هو ما دام قرار من الدوله المصريه لازم الجهات اكيد تحترم هذا القرار وتنفذه في الاطار اللي يلزم الموضوع نفسه. يمكن النهارده بشكل جزئي ماتش الاهلي والداخليه في كاس مصر الدور 16 المباراه يمكن كانت فوت 8:30 بدات الساعه 7 يعني حوالي قبل المغرب بساعة تقريبا، يعني الشوط الأول كله كان بدون أضواء كاشفة، ربما تم استهلاك أو استخدام الأضواء الكاشفة في الشوط الثاني، لكن مباراة يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله تكون في شهر أغسطس، وأعتقد ده الشهر المعني بقرارات مجلس الوزراء، وبالتالي مباراة الأهلي إن شاء الله، والأهلي غالبا خلاص متقدم 2-0 يعني يعتبر وصل لدور الثمانية، فهيواجه النصر البورسعيدي يوم الخميس إن شاء الله في برج العرب، المباراة هتكون الساعة 6 مساء يعني قبل المغرب بساعتين، يعني مباراة لو انتهت في وقتها الأصلي أعتقد ستبدأ وتنتهي طبعا في ضوء النهار، وبالتالي هيتم ترشيد الكهرباء بشكل معين او بنفس تطبيقا طبعا لقرار مجلس الوزراء. وزاره الشباب طبعا كانت ارسلت زي تنويه كده لاتحاد الكره والرابطه لاقامه المباريات المتبقيه بعيدا عن استخدام اضواء كشفه في اطار طبعا الخطه في ترشيد الكهرباء. عثمان ابراهيم الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك.